كان بيجر الكهرباء. بس كنت تيجي تاخذوني لأن سيارتي تعطلت. الحمد لله بدا المسلسل. كيف بتفوت من دون ما تدق الباب؟ شو في عاد مالك بتقاتلي حالك؟ اسكتي خليني اعرف احضر المسلسل. من بنتك يا اختي من بنتك. شو بدك تسوي يعني؟ بدك تضربني ولا بدك تطلقها يعني؟ حاول يحكي معها، حاول يفهمها. شو مالك انت الثاني؟ دورتنا. هي خلص عاد ضربتونا. عن جد فهموني، حدا يفهمني. إذا مش عاجبك عشيتنا هي الباب، تفضل واطلع برا، تفضل واطلع برا. يا أبعد الكهرباء وراح الكهرباء.